bien c'est le point O, ou là c'est le point d'arrivée. Donc il y a ce qui s'appelle le point de départ. Donc il s'appelle le point de départ de la projectile. Et il y a une nocta, ou là c'est le point d'arrivée. Donc c'est le point d'arrivée. Ça marche, il y a une nocta de wosol. ديال اش ديال القذيفه القذيفه طوال الحركه ديالها دائما كتمشي كتمشي كتصلو على بارتي دونك هنا كدوز كل لحظه كدوز مشي سباس دونك هادي لا بروجيكسيون ديالي كنفضل بعض واحد اللحظه توصل لي هنايا واحد اللحظه توصل لي هنايا اتتا واحد اللحظه توصل لي هنايا دونك يعني هادو مجموعه ديال اللحظات مثلا على انستون تي ايتيغال مثلا 4 سكوند سي بون مثلا واحد لانستون ايتيغال 7 سكوند تي لانستون ايتيغال مثلا 21 سكوند وانا واحد تي ايتيغال باغ اكزومبل 30 سكوند الى غير ذلك واش دونك هنا هادو واحد انجستغمون ديال الحركه ويندو ديال المومون ديال واحد البروجيكسيل انا خصنا نعرف بان دائما اي بروجيكسيل كيكونك انا مثلا كيما قلت لك المثال ديال الحجره دونك مثلا انا باغي نضرب يعني واحد الشخص ولا مثلا باغي نضرب شي اوبجي ولا شي حاجه ولا شي شيء معين غنسيري عليه من واحد الاسباس انت غتسيري عليه يعني تصبر ديك البوزيسيون تاعك فاش كاين هي البوزيسيون زيرو يعني داك الارتفاع ديالك شحال كيساوي ديك الساعه الارتفاع ديالك انا لك كيساوي زيرو والارتفاع ديال البروجيكتيل هو نفس الارتفاع ديالك انت واش انا كنعتبر بان الارتفاع ديالك هو نفس الارتفاع ديال البروجيكتيل دونك دون سوكال الارتفاع ديالك وديال البروجيكتيل اللي تيغرا زيرو كنسميو بان زيد ديال البروجيكتيل تيغرا زيرو دونك هادي من لو بوان انيسيال انت غتطلق هذيك شنو قلنا تاخذ واحد المسار اللي هو دائري كي غتكون اكسيليراسيون ديالها كتلقاها وكتلقاها كتمشي بواحد السرعه كبيره فاش كتقرب لو بوين داريفي شنو يوقع ليها الاكسيليراسيون ديالها كينقص ومارش زائد على نقطه الاكسيليراسيون حتى لا فيتيس كتنقص كما قلنا راه الاكسيليراسيون راه دائما بروبورسيونيل بالنسبه لا فيتيس الاكسيليراسيون كيساوي ديريفي ديال لا فيتيس بابور اش كيهمني هنا ونعرف لا فورس اللي هي ابليكي على هاد لا بروجيكتيل قلنا بان انا كنلف الحجره فين تمشي تمشي الفوق كتمشي لتحت وكطيح في الارض دونك الا كانت لا بروجيكتيل غادي طيح لي انا في الارض دابا بان شنو هي القوى العامله هنا الجاذبيه اوكي الجاذبيه هو ديال لو بوا دونك عندو فقط لو بوا وهنا خصنا نرد البال بان لا بروجيكتيل قوه وحده اللي كتكون مطبقه عليها سي لو بوا صافارش لا بروجيكتيل دائما كتكون عندك اون سول فورس يعني لا بروجيكتيل اي سومي ا اون سول فورس يعني قذيفه معينه كيف ما كانت راه خاضعه لقوه واحده مزيان دونك نقول بان لا بروجيكتيل دونك اي سومي à une seule force donc c'est la force du poids donc voilà c'est la force du poids actionnel c'est la force du poids c'est bon donc là c'est le poids de la projectile bien طيب قلنا هاد لو دو بروجيكسيون نحاول نمسح ليك هاد لي بارتي 7 سكوند واش ميهمناش لان غادي خديناهم كمدد زمنيه ديال لونجيسترومون ديال لابيغ اش غنديرو دابا غنحاول نرسمو واحد الحاجه ديال طونجونت نحاول نرسمو انا واحد طونجونت ديال السرعه ماعرفتش لا طونجونت ديال السرعه انطلاقا من لو بوان دونك انا من لو بوان زيرو غنحاول نرسمو من طونجونت واش هذا انا رسمت واحد الطونجونت ما فيهاش علاقات ضروري فيه العلاقات انا نمونطخي لك كلشي يعني كلشي غادي يبان لك ساهل ولكن مع الدماغ ديالك ماشي دير لي بحال البارحه وثاني دونك هنايا غنبداو ليسونسيل ديالنا حنا درنا شنو رسمنا دابا في الحلقه رسمنا واحد الطونجونت دونك يا كان اش كيفكرك بحال الدرس ديال الكيمياء اللي شفنا البارح اولا الدرس اللي كان قبل اللي شفناه ديال الوضع نيوتن دونك هنا كناخدو هنا واحد الفي ليميت ياك دونك تانايا غناخدو واحد لاباغتي ماكسيمال دونك هنا سي كريك ماكس دونك هنا كنقول بأنه هو العلو الماكسيمال أو العلو الأقصى اللي كتوصلو لديك لابروجيكسيون وأنا خلاص راه كيبقى هنا العلو الأدنى أو كيتسمى سي لوتور
و بيان لاتيتود اللي هو مينيمال يتسمى العلو الادنى. فانا كيكون عندي هو ايغريك مين يعني ايغريك مينيمال ولا زيد مينيمال ولا زيد زيد مزيان. اول حاجه نرجع هنايا دونك هذا نرسموه مثلا دونك الفيكتور فيتيس او الفيكتور فيتيس في 0 ولا في او دونك انا كيبدا ليا من لاستون يعني لاستون تي تيغرا 0 ولا كيبدا من اصل المعلم نسميوه في في 0 ولا في او بحال بحال احنا نسميوه في 0. اول حاجه كتهمني هنايا انطلاقه من هذه شنو خصني نخرج دونك انا شنو خصني نخرج من هادشي نخرج منهم لي كوردوني دو لا فيتيس نخرج منهم لي كوردوني دو لا فيتيس شنو هما لي كوردوني دو لا فيتيس يعني صافي لي خصني نخرج ماذا احداثيات ديال السرعه دونك هذه ديال السرعه كي الكون كيف ما كانت كيما رسمنا هنا شوف السرعه فين عندي هنا هذه هي في زيرو مزيان ها هي في زيرو ها هو الفيكتور ديالها. انا جيت نرسمها لك عاوتاني نحاول نبسطها عاوتاني دونك بلي ليما اخر بالنسبه لك وضعين دو فيتيس دونك فاش يبان لك اكثر قلنا هذا غيكون عندي هو التراجيكتوار دونك غتكون عندي مثلا هذه هي لا بروجيكتيل دونك سومي ا اون فورس بي. هنا قلنا غنرسمو واحد لا طونجونت هيا هاد لا طونجونت اللي عندي قلنا فهاد لا طونجونت هادي كتكون حامله لاش كتكون حامله للقوه او بيان حامله الفيكتور في في زير الفيكتور فيتيس سي بون ديراش ديال لا بروجيكسيون دونك كتسمى لا فيتيس انيسيال ديال لا بروجيكسيون. وانا خلاص لي زونجيسترومون برينسيبو ديال لا بروجيكسيون بوندون كاع الموفمون ديال خلال الحركه ديال دونك انا كنسمى عندي سي لو بوان او هنا سي لو بوان سي لو بوان كما قلنا هادي كتسمى سي لو بوان دو ديبوا هنا البوان داريفي نقطة البداية نقطة الوصول. هنا خصنا نعرف لي كوردوني ديال هاد الفيتيس هادي لي كوردوني ديالها دونك خصنا نعرف دائما بأن في زيرو في زيرو اش غتعطيني تعطيني جوج ديال الحوايج يعني في زيرو لاكس هي لاكس اكس اي في زيرو باغابوا لاكس يعني خصنا نعرف في زيرو اكس شحال كتساوي ليا نعرف وهنا نعرف في زيرو ايكغيك شحال كتساوي ليا يعني غندير الاسقاط ديال في زيرو لاكس اكس والاسقاط ديالها لاكس اي يعني في هذه الحاله الا مشيت تنسقط او كاع البيبينا اكثر دونك الا مشيت مثلا تنسقط انا يلا دونك هذا تسكني لا بروجيكتيل ديالي عندي دي في هذا هي لا طونجونت اللي عندي تكون هذه هي مثلا هي في دونك سي صافي في زيرو دونك هذا سي لا بروجيكتيل بروجيكتيل اون سي لو بوب. اول حاجه هنا اش غنديرو غنسقطو في زيرو لاكس الفيكتور ديال في زيرو غنسقطو لاكس اكس وانا ما نساش بان نو زافون مثلا واحد الفا يعني واحد الزاويه الفا هنا دونك يعني الحركه ديال البروجيكتيل كدير واحد الزاويه الفا مع الهوريزونتال يعني كدير واحد الزاويه الفا مع لاكس اكس دونك هنايا غنسقطو في زيرو انا بغيت في زيرو اكس هنا نسقطها على لاكس اكس هاي مارش دونك الا سقطت على لاكس اكس اش غندير غنشوف لاكس اكس اش كيجيها لاكس اكس اش كيجي الالفا يعني هنا الاسقاط على اكس ما كيعنيش ناخذ داك الاسقاط هذا الاسقاط اش كيجي الالفا انما كناخذ اكس لاكس اكس اش كيجي الالفا واش محادي ولا مقابل 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 هذا هو راه كاين حدا الفا الله يديك اسمعي دونك انا راه عندي هنا المحادي يعني لا جاسون الى عندي لاجاسون يعني راه عندي الكوسينوس يعني اش يبقى عندي غتبقى عندي هي في زيرو غتبقى عندي هي اطول ضلع في المثلث ها انت دونك انا ولي عندك واحد المثلث بحال الشكل باش نبينها لك مزيان ولات عندك هذه هي في زيرو اطول ضلع تمر وهذه عندك هي بارتي بارتي الاخرى هي عندك الاسقاط الى بروجيكسيون هنا عندك الفا هنا عندك في ها هي في زيرو هو الضلع في زيرو ممكن عندك فيكتور زيرو ولا عندك خلاص اسقاط وهنا عندك الفا مزيان هنا عندك سيرو خناش علاش خناش كتشوف شنو اطول ضلع في المثلث هنا فين قائم الزاوية راه قائم الزاوية قائمة هنا دونك هذا ما عمرو غادي يكون اطول ضلع وهذا ما عمرو غادي يكون اطول ضلع شكون هو اطول ضلع هو في زيرو
كان بان الكوس اش كنستنى الكوس الكوس ديال الفا كتساوي الضلع المحادي على الوتر. الضلع المحادي هنايا هو ضلع او او بي يعني او اكس يعني لاكس اكس يعني هي اكس صافي فهمنا الضلع المحادي هو اكس او اكس طبيعي نفسنا شحال انا خدينا ماكس اكس انا خدينا ماكس اكس كامل هو الضلع المحادي وكتبقى عندي هي اكس على ماذا على اطول ضلع دونك اطول ضلع نسوق يكون هو في في زيرو يعني انا الا بغيت انا اكس اش نلقى نلقى طريقة ثلاثية تولي هي في زيرو كوس ا كوس الفا هي في زيرو كوس الفا هنا كتلقى اكس راه يعني هذا هاد اكس هادي راه هي الاحداثيات ديال لا فيتيس في زيرو فلاكس اكس دونك انا ان توكا في زيرو اكس انا باش ما بدل ما نعاود نزيد عاوتاني هادشي غتبقى عندي في زيرو اكس راه هي نفس هاد اكس هادي انا شنو كتساوي تكون هي في زيرو كوس الفا او لا انت طريقه اخرى كاع ما عقلتيش عليها ديما لاكس اكس اش كيكون فيه الكوس ولا السين ديما الكوس لاكس اي كيكون عندي ديما السين صافي الا كنت غنسقط انا على الكوس يعني غتبقى عندي في زيرو كوس الفا كنت غنسقط على اي شنو فيه فيه السين تولي هي في زيرو سين الفا دونك انا اش تولي تولي هي في زيرو سين سين الفا ماشي دونك هادو اللي سالوني عقل هادو اللي حداثيات ديال فيكتور ديما لاكس ديال اي ديما لاكس ديال اي راه فيه السينوس ديما لاكس ديال اكس فيه الكوسينوس انت كاع ما عقلتيش عليهم يعني انا غير طريقه ماشي كليك اما الاسقاطات راه خصكم ديرهم بحال هكا دونك الاسقاطات انت مثلا ما عقلتيش عليهم انت طريقه باش تقدر دائما تهم الحاجه بلا ما تهلك راسك لاكس اكس نسقط عليه لاكس اكس فيه الكوس انا تولي في زيرو كوس لاكس ايكريك فيه السين يعني نسقط على لاكس ايكريك تعطيني في زيرو سين صافي مزيان هادشي اللي كاين هادي باب لاكس اكس وهادي باب لاكس اي دابا الحاله الثانيه الحاله الثانيه هي غندير دوزيام شوز اون فا ليتود ليتود لا بروجيكسيون دونك يعني نهار كنقول ليتود لا بروجيكسيون يعني ندرسو القوى المطبقه لا بروجيكسيون دونك اول حاجه نديرو سيستيم ايتودي دونك شنو هو لو سيستيم ايتودي هو لا بروجيكسيل هي القضيه دونك لا بروجيكسيل دونك انا غندير القوى المطبقه لا بروجيكسيل القوى المطبقه لا بروجيكسيل لو بوا دونك اول حاجه سي لو بوا لو بوا لا بروجيكسيل سي بون دونك انا سي لو بوا لا بروجيكسيل دونك عندي قوة وحدة ولا بزاف ديال القوى ها شحال من القوة كتكون تبقى على بروجيكسيون لا لو بوا كاين غير لو بوا فقط دونك انا عندي لو بوا اش غنذكرني شان غندير لو برانسيب ديراش دونك لا دوزيام لوا دو نيوتن خصني ندير القانون الثاني نيوتن القانون الثاني نيوتن واش كيقول كيقول بان لا سوم ديال لي فورس اكستيريور كيعطيني ماذا ام فوا لاكسيليراسيون ان جي مجموع القوى المطبقه هنا شنو هما دونك كتكون واش لو بوا اي تيغال ماذا ام فوا لاكسيليراسيون ان جي هنا لقينا بان بي اي تيغال ام فوا ا ان جي تري دابا جي نديرو دابا لي زيكواسيون اوغير دو موفمون هما سميتهم معادلة زمنية ديال الحركة هادشي دائما كنعقل عليه لي زيكواسيون دو موفمون لي زيكواسيون اوغير ماشي لي زيكواسيون دو موفمون دونك لي زيكواسيون اوغير دو موفمون معادلة زمنية يعني كيكون اون فونكسيون ديال اش اون فونكسيون دو طون يعني اون فونكسيون دو تي معادلة زمنية كيفاش نقدر نلقى المعادلة الزمنية
دونك انا ندير واحد ديمونستراسيون هنايا باش نلقاو معادلة الزمن. هاد واحد الشيء قلنا بان قلنا بروفيك نبروفيك ان بي اش كيساوي ليا لو بوا كيساوي ليا الفيكتور ديال البوا كيساوي ام فوا فيكتور ديال الاكسيليراسيون، يعني الوزن كيساوي ليا ام فوا فيكتور ديال الاكسيليراسيون. مزيان، اش غنديرو؟ غنحاولو حنا الا بغينا نلقاو لي زيكواسيون غنسقطو على لاكس اكس وغنسقطو على لاكس اي ايكغيك، يعني هادي اون في لا بروجيكسيون. دونك اون في لا بروجيكسيون مثلا غادي نسميوها مثلا واحد la projection de 1 sur OX et OY. يعني كنديروا الاسقاط ديالهم على OX و OY. هاش غيبقى عندي هنا، دونك هنا غيكون عندي OX وهنا غندير الاسقاط بابوا OY. غتبقى عندي نت بي، نهار كندير الاسقاط الفيكتور كيمشي. غتبقى عندي نت بي دو إكس كتساوي M AX، الفيكتور ديما غندير الاسقاط كلشي كيمشي. غتبقى عندي بي دو إكري كتساوي M AY. مزيان، رجع معايا دابا الفوق، رجع معايا الفوق هنا باش نعرفو في بي دو إكس شحال كتساوي ليه. إلا سقطت لو بوا على لاكس إكس، كي غيكون لو بوا بالنسبة لاكس إكس؟ عمودي، إلا كان عمودي شحال كيساوي ليه؟ غيكون يكون زيرو، يكون زيرو، يعني البي دو إكس تكون كتساوي ليه زيرو، يعني زيرو، غتبقى عندي إم أ إكس. مزيان، بالنسبة لبي دو إيكغيك، بي إيكغيك، هاهي بي إيكغيك، ها بي فين غادا، ها بي غادا لتحت، إيكغيك فين غادا، غادا الفوق، يعني هما في نفس لا ديريكسيون، يعني عندهم نفس المستقيم، سي موان بي إي، موان بي إيكغيك، طيب يعني ناقص، ناقص بي، دونك أنا تبقى عندي ناقص، أ، هادشي كتكتب دابا نتا كامل كيبان ليها. يا شنو كيبان ليك؟ اخي وصلت في اون في اون بروجي، انا كي وصلت حتى ليكواسيون غير هو يحبس داك الشيء. كتبان ليك ديك خوان بعدا ولا لا؟ وصلت ليك الشاشة؟ كاتب انا. وحاول تكبر دابا، شوف ما تشوفش التليفون بحال هكا. كبر الشاشة دير بحال هكا وعرضها مزيان باش يجيك داكشي مريقل، وانت كنت كتفرج بالنص. لا بس نشوف، انت كتفرج بالنص واقلب الشاشة الله يرضى عليك اسمعي الوالي، واش خصني تنقول لك انا داكشي كاش مقرب اصلا؟ وقلت لك قلبها قلبها ماشي قربها، قلب التليفون. صافي قربت هذا بس هاي باينة مزيان صافي. داز ناين وخلاص عندي، خلاص عندي ماذا هنا قلنا بانه قلنا اسقاط على لاكس ايغريك عندي ام ا ايغريك. دونك هنا اون توكا شنو بغينا؟ حنا بغينا لاكسيليراسيون باش نلقاو الفيتيس، يعني تبقى عندي الاكسيليراسيون كتساوي لا ماس على الضنا تولي زيرو على لا ماس، زيرو على لا ماس تولي زيرو. هنا عاوتاني تبقى عندي ا ايكغيك اش كتساوي ليا؟ لا ماس غنحاول نرجع انا تولي قسم، يعني تولي ناقص بي على ام. مزيان، العلاقة الأصلية اللي عندنا في لوبوا، لوبوا اش كيساوي لي؟ كيساوي ام فوا جي، يعني إلا هزيت ام رجعت انا اش تولي؟ تولي بي على ام كتساوي جي. دونك انا في هاد الحالة هاد بي على ام غنعوضها باش بجي، غتبقى عندي ا اكس كتساوي زيرو، ا ايكغي كتساوي لي ناقص ناقص جي. خابي مزيان، هادي اش غتعطيني؟ اش كيساوي لاكسيليراسيون ا اكس؟ ا اكس راه كيساوي هو الديريفي، حنا كنعرفو بان لاكسيليراسيون كيساوي الديريفي ديال لافيتيس بارابور او طون، هنا ا اكس غيكون كيساوي دي دو في اكس بارابور او طون، صمارش. اش كيساوي لي؟ كيساوي لي زيرو. والاخر كذلك الديريفي ديال في دو ايكغيك بارابور او طون كيساوي لي شحال؟ كيساوي ناقص جي. يعني شنو درنا في هاد الحاله؟ فقط غير عوضنا ا اكس لاكسيليراسيون كيساوي الديريفي ديال فيتيس، غير لاكسيليراسيون كيساوي الديريفي ديال فيتيس، دونك فقط عوضناها لا ديريفي ديال فيتيس. لان شنو بغينا هنا؟ بغينا ليكواسيون دو
لي زيكواسيون اوغير. هادي تعني ليا ماذا؟ الا كان ديريفي ديال شي حاجه كيعطيني زيرو بي معنى ان ديك الحاجه كتكون كونستانت، يعني ان الفيديو اكس في الحاله غتكون كونستانت. وانا بالنسبه للفي اكريك يعني غنديروا ماذا؟ غنحاولوا نرسموا نحسبوا لا بريميتيف ديال البريميتيف ديال هذه. دونك كتبقى عندي هي فيديو اي البريميتيف تحلي الديريفي تبقى عندي فيديو اي تساوي ماذا؟ تساوي ناقص جي، بما ان قلنا ايكواسيون اوغ غينا تولي ناقص جي تي بلس بلس واحد لا كونستانت سي سي بريم سي واحد لا كونستانت سي. مزيان وي تري بيان. دونك دون سو كان الو مشى كلشي الشاشه ضاعت. واه قلت لك اش غدير، عطيتك الحل، قلت لك قلب التليفون. واش التليفون بحال هكا؟ شوف فيه، ها هو التليفون، التليفون حتى شادو بحال هكا، بلاص ما تقلب التليفون بحال هكا، ها التليفون شادو بحال هكا. حاول تدخل واحد لابارتي عند الفوق في الريدو، راه فيها كيفاش تقدر تقلب التليفون مثلا، راه فيها هذيك لا روتاسيون ديال التليفون. وا ابليكي ديك لا هوت ديال التليفون. صافي دابا مزيان. يلا شي ما بقى لنا، شي ما بقى لنا دغيا غنساليو الشيء. يلا وي يس دابا كتبان اشد ياك اشد مزيان. دونك اوكي يعني غنبداو من لا فيتيس كيما قلنا لا فيتيس كونستانت فيديو غري كونستانت. غنلقى ليكواسيون اوغيغ، ليكواسيون اوغيغ كتكون نيشان غتكتبها عقل عليها مزيان شي خصو تحفظ مزيان. دونك كتكون هادي كتساوي في زيرو في كوس الفا صامارش زائد هادشي كامل غنضربو في تي بلس بلس كا، يعني غنزيد واحد لا كونستونت كا راه سيتيون كونستونت. دونك هادي غي ثابتة. بالنسبة لاكس إيكغيك هادي غتكون كتساوي ناقص واحد على جوج دونك جي تي أو كاري، يعني في لو طون كاري زائد في زيرو في سينوس ألفا فوا فوا تي بلس واحد كابريم، كابريم قلنا تاهي كونستونت. هنا في لي كونستونت كنعتبرهم ايتيغال زيرو باش ما نزيدوش كاع نكتبو هاد لي كونستونت، هنا نعتبرهم ايتيغال زيرو. نعتبرهم ايتيغال زيرو دونك هادي تبقى عندي ماذا؟ دونك زائد في زيرو في سين الفا فوا فوا تي. هادو كيتسمو لي زيكواسيون اوغيغ، هادي ليكواسيون اوغيغ دون بروجيكتيل، هادي خصنا نقتلها، هادي نموت معاها. كواسيون اوغيغ دون بروجيكتيف، هذا برو بروجيكتيف. مارش هذه نعقل عليها مزيان. دونك هذه بالنسبه لي كواسيون اوغيغ مفهمتهاش مزيان. قبيله شنو كنا دايرين حنا؟ كنا كنخرجوا قبيلات لا كونديسيون بارابور لا فيتيس، كنا كنخرجوا شروط بالنسبه لا فيتيس. ايكواسيون اوغ صافا، ايكواسيون اوغ هي المعادلة الزمنية، يعني خصني نديرها فونكسيون دو اكس يون فونكسيون دو ايكغيك. هادي المعادلة الزمنية غير كنديرها فونكسيون دو اكس يون فونكسيون دو ايكغيك، كنديرها هنايا اون فونكسيون دو طون. دونك انا كندير التعبير بذات الزمن، وكيتما التغير ديال الحركة بذات الزمن، هادو المعنى ديال ايكواسيون اوغ. غير هو هنا فهادوكا كان علينا ديمونطري، وهادي هضرتها معاك في الوضع نيوتن، هاد لابارتي هادي غير هو ما مونطريناش في زيرو كوس الفا في زيرو سينوس الفا. قولي في زيرو كوس الفا واش مونطرينا ولا مونطريناش؟ مونطرينا قبيلة. دونك كتبقى عندك في زيرو كوس الفا فوا فوا تي، يعني تي مغاديش تغير. هنايا تبقى عندي ناقص واحد على جوج في جي اللي هي لا كونستون دو كافيتي في تي او كاري زائد في زيرو سينوس الفا، حنا مونطرينا
اجري كنلقى هنا واحد في زيرو سينوس ا سينوس الفا كلشي كامل ونضربو في تي وانا خلاص تبقى عندي هنا في الاصل كتكون عندي واحد ناقص واحد على جوج واحد على جوج جي تي راه في تي راه كلشي تولي تي او كاري بلس في زيرو سينوس الفا تي انا غادي نعقل عليها غادي ناقص واحد على جوج باش ديمونطريها كل مره ديمونطريها ما كاينش يعني غتجي انت في زيرو فقط غتحسبها الفا الفا كتكون عندك جي راه كتكون عندك في زيرو غتحسبها الفا عندك خاصك دير غير تعوض بالاكسبرسيون ديال في زيرو والاكسبرسيون ديال الفا وانت حسبتي القيمه ديال ليكواسيون او بارابور اكس اي بارابور اي هو كيما قلت لك هنا تي ما كنقيسوهاش تي ما كتغيرش تي ما كتغيرش دونك اللي كيتغير هما دوك الكومبوزونت الاخرين مزيان زيد عاوتاني دابا غنتعرفوا على واحد الحاجه كتسمى لي زيكواسيون دو لا تراجيكتوار دونك اللي هما معادلات المسار دونك لي زيكواسيون دو لا تراجيكتوار طنش اكزامبل دونك لي زيكواسيون دو لا تراجيكتوار مزيان واش ليكزومبل الفوق شي اكزومبل هاتين بحال هذا الاستاذ باش دونك ني اكزومبل باين مثلا انه مثلا ان بروجيكتيل مثلا اميسيل اميسيل اكس دونك دي با في سون دي با دونك في سون دي با donc au point A donc au point O marche et arrive donc à l'instant T0 donc à l'instant A T est égal à 0 seconde et arrive donc au point T à l'instant T est égal à 4 secondes. Zien. Donc, la distance qui sépare. Donc, la distance OP. Distance OP. Distance OP. C'est vers 4 mètres. Donc déterminer les équations. Donc on va dire que missile, ce missile. Degré avec le horizontal. Lima le horizontal. Donc on a fait la chose de اي باش نشرح لك هذا البارتي كامل قلنا بان الميسيل يعني واحد الصاروخ الصاروخ صيفطناه ابتداء من البوان او وصلنا دونك صيفطنا من البوان او بحال هذا الشكل بون دونك اخر بوان سلا سي عرفتك المسافه او بي كتساوي ليا 4 متر مزيان لا غير مثال هذا واخا خدينا صاروخ ولكن نختارو 4 متر دونك 4 متر سي بون حنا نديرو هنايا بحال الشكل سلاقتي دونك انا نقول بان هذا كيدير كما قلت لك كيدير واحد الزاويه الفا كتساوي مثلا 30 دوغري مع الهوريزونتال مزيان دونك انا نوزافون اسيلاكس اكس ونوزافون اسيلاكس اكسي وانا مثلا لا بروجيكسيون غتكون واصله لي انا واحد البوان خاصي صاعد على الميسيل يعني هذا هو الصاروخ هو الصاروخ ديالي دونك انا كالعاده دائما نرسم مثلا واحد لا طونجونت هنايا هي لا طونجونت ديالي دونك الفيكتور فيتيس فيكتور فيتيس اللي رسمته يكون هو هذا دونك سي سا في في زيرو اول حاجه انا بغيت لي زيكواسيون اوغيغ باش صراحه لي زيكواسيون اوغيغ اول حاجه غنديرها هي الكالكول لا فيتيس حيت لا فيتيس انا ما عطيتهالكش دونك لو كالكول دو لا فيتيس انا بغيت نحسب لا فيتيس يعني نحسب لي فاريسيون ديال طاف في ها كندير هي كنحسبوا لا
اول حاجه كنديرها اول حاجه نديرها انا لا فيتيس. علاش؟ حيت انا ما عطيتش لي دوني لا فيتيس، ما عطيتك فقط الزمان اللي كدوز يعني كيدوز الصاروخ باش يوصل ديك البوان. شنو قلت لك؟ عطيتك عاوتاني الفا الزاويه اللي كيدير مع الهوريزونتال، خصك دير انت تلقى، زائد عطيتك المسافه، انت خصك تلقى هنايا لا فيتيس. كاين علاقه بسيطه هنا، لا فيتيس في كتساوي الديانه ديال طاطي اللي قريتوها في 5 غير هنايا غنديروا غنحسبوا لا فارياسيون. يعني بما انه قلنا الجسم انتقل من البوان تي تيكال زيرو، يعني من واحد تي تيكال زيرو لواحد اللحظه تي تيكال 4، يعني هنا عندي فارياسيون، عندي تغير. يعني اختار دلتا في، نحسب دلتا في. شنو هي دلتا في؟ كتعطيني هي دي على دلتا تي، يعني تبقى عندي هي دلتا دلتا تي على دلتا تي. دونك هادي بدورها شنو كتساوي ليها؟ شنو ديال طاط دي؟ يعني غناخد البوان يعني اكس بي، في كاين عندي البوان بي كاين فلاكس اكس، يعني كاين عندي البوان او كاين عندي فلاكس 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 اكس تاهي. يعني غناخدو الفصول ديال البوان بي يعني اكس بي ناقص اكس او مقسوم على ديال طاط دي. ديال طاط دي انا ناخدو تو فينال ناقص تي اني تي انيسيال، الفصول ديال بوان بي شحال كيعطيني؟ قلنا بانه الجسم داز من او حتى لبي، قلنا هاد المسافة اكس بي ناقص اكس او راه هي المسافة او او بي. عقل على شي مزيان، اكس بي ناقص اكس او راه هي المسافة او بي مقسوم على تي فينال ناقص تي انيسيال. دونك هادي هي ديتا تي، دونك تي فينال هي ناقص تي اني انيسيال. المسافة او بي قلنا عطينا هي 4 وي عندك خط لا كيتوقف هذا الشيء بحال دابا وصلتي فاش درت هذيك الكيستيون واش طلع دابا؟ رجعت ولا باقي؟ انت بحال دابا انت كتكون غادي كتشرح و كتوقف في واحد البلاصه و كتلوش هذيك الكتابه كتكتب جديده. هذيك هي الكونيكسيون دابا كيتبلونطا، هذيك هي البلونطاج دابا، حيت دابا انا خدام في الوايت بورد وانت عندك تليفون ماشي بي سي، يعني ضروري ميتبلونطا لك شويه. انا براسي انا كنكتب ياك، انا براسي كنكتب انا وكيتبلونط عليا شويه عادي. دابا بانت لك 4 ياك، بانت لك 4 الفوق هنايا، بانت لك واحد 4. يلا بانت له مزيان. قلنا تي فينال ناقص تي انيسيال، خدينا بان تي فينال قبيلات راه هي سي هي 4 سكوند ياك، هي 4 سكوند، يعني بدا من تي تيكال زيرو فيها 4 سكوند. يعني نقسم على شحال؟ نقسم على 4 سكوند، يعني عندي 4 سكوند، 4 على 4 شحال تعطيني؟ تعطيني واحد، يعني تعطيني واحد متر با با سكوند. دونك هذه هي السرعة اللي عندي. مزيان. دونك غنمشي دونك ها؟ و تي انيسيال شحال كتساوي؟ تاني سالتي قال زيرو دونك تبقى عندك هنا باش مونطري اكثر عاوتاني مزيان. صبر صبر مونطري اكثر. دونك انا تبقى عندي سبال تي فينال اختارينا هي 4، دونك يعني اخر بوان ناقص زي ناقص زيرو. تاني سال كتساوي لي زيرو، يعني راه هي تي زيرو، وهنا راه دايره تي تي 4 تي 4 كتساوي 4 تي زيرو تي قال زيرو. 4 انا 4 على 4 ناقص 0 هي 4 على 4، 4 على 4 هي 1 1 متر بار سكوند. دونك هذه هي لا فيتيس. دونك هنايا الى رجعنا لي زيكواسيون اوغيغ ديالنا فتولي اكس مباشرة، كنعرفو بان اكس تيكال اكوا، كتعرف بان كتساوي في 0 في كوس الفا فوا تي. وهنا بالنسبة لإيكغيك تعطيني ناقص 1 على 2 جي تي او كاري زائد في زيرو فوا سينوس الفا وات سمارش. نفرا غنبلاصي دابا بلا فورميل ديالو، يعني شاك اليمون غنبلاصي لا فورميل ديالو. في زيرو لقينا هي تيكال سي ان، يعني واحد
يعني اكس كيساوي لواحد في الكوس كوس ديال 30 دوغري يعني الفا تيار عرضها 30 دوغري فاش تي وهنا اي تبقى عندي ناقص واحد على جوج جي اللي هي 10 في تي او كاري قلنا ما كنقيسوهاش زائد في زيرو اللي هي واحد فاش السينيس ديال 30 دوغري فوا تي دونك هنا شاك اليمون هنا عوضنا بالاكسبرسيون ديالو يعني كلشي معروف جي راه معروفه ديما كتساوي 10 ديما الاكسبرسيون ديالها هي تيكالا 10 هنايا في زيرو ها هو عوضناه باش واحد كيما لقينا الفا كتساوي 30 دو 30 دوغري عوضنا ب 30 دوغري وغتجبد عندك آلة حاسبة وغتحسب مزيان شنو هي الزاوية اللي كتعطيني كوسينوس بيلا كوسينوس كوسينوس 30 درجة غتبقى عندي دار 3 على جوج تي وهنا إكريك غتولي ناقص واحد على جوج في 10 هي ناقص 10 على جوج هي ناقص 5 تي وكاري زائد واحد في سينوس 30 دوغري شحال كيساوي في سينوس 30 دوغري اللي هي سينوس دار 3 على جوج هو سينوس بي على 6 دونك يساوي ليا 1 دومي كيساوي 1 على 2 سينوس بي على 6 كيساوي 1 على 2 دونك زائد 1 على 2 سي بون فاش فوا فوا تي دونك يعني هنا غنقول بان اكس كتساوي جذر 3 على 2 فوا تي ايكغيك كتساوي ناقص 5 فوا تي او كاري زائد 1 على 2 فوا فوا تي سي بون حنا درنا ليكواسيون اوغ بسيطة ولا ما بسيطاش عرفتي كاش غدير وابقى عليا تما بديك البسقولة ديال الكونيكسيون تما ما عمرك هتسالي يعني خاصك ندير الكونيكسيون صافي هذا هو الحل راه هذا هو الحل ملائم وقلت لك اش غدير قلت لك الفورفي ديال 50 درهم و الا كنتي غتحول عليه غدوز ليك واحد المده طويله ديك شي بسيط ماشي شي حاجه واخا بقات لنا واحد لابارتي راه عليك تسربيوها بقات لنا واحد لابارتي نسربيوها راه هنا راه عيان واحد الدرجه راه تقص دونك بقات لنا واحد لابارتي ديال ليكواسيون لا تراجيكتوار اللي هي معادله المسار ليكواسيون لا تراجيكتوار شي دغيا كتبو دونك ليكواسيون دو لا تراجيكتوار مزيان بالنسبه ليكواسيون تراجيكتوار اول حاجه غنعطيها اون فونكسيون دو ايكغيك نيشان ايكواسيون تراجيكتوار كتساوي لي ايكغيك سطان ايكغيك كتساوي ناقص جي سي بون كتساوي ناقص جي دونك هي ناقص لا كونستون دو جرافيتي ليكواسيون تراجيكتوار هي معادله المسار معادله المسار الشيء اللي كيكون في الوطن يا ناقص جوج في زيرو او كاري الكوس او كاري الفا هادشي كامل لو كنضربو في اكس او كاري كنضرب هنا في طونجون ديال ا طونجون ديال الفا مزيان دونك هادي هي ليكواسيون دو لا تراجيكتوار بقاتنا لا بارتي الاخرى بالنسبه لاكس او كاري في زيرو او كاري كوس او كاري الفا عندك الفا معروفه في زيرو غتحسبها الفا معروفه جي معروفه اكس هنا غتخرجها هي اون فونكسيون دو كوس هي اون فونكسيون ديال السينوس هي اون فونكسيون سا مارش دونك على حسب انت شنو اللي مول اولا تخليها علاقه هادي استاذ علاقه هادي راه معادله هادي راه هادي مهمه كاع هادي راه معادله المسار وراه هادي مثلا الا بغيت نصيفط انا شي صاروخ غندرس هادشي وغندرس لابوزيسيون لان اكس هي لابوزيسيون اكس هي لابوزيسيون فين بغيت انا الصاروخ يتلاح دونك انا غنقرا المعادله مزيان غنحدد الزاويه باش غنلوح
غادي نعرف بانه هو يجي في بلاصه فلان فلانيه صغار. دونك هنا كيكون ليسونسييل ديال لي بروجيكتيف. الحاجه التاليه اللي غتبان ليا دونك هي سكون ابل لو سومي دو لا تراجيكتوار. دونك لو سومي دو لا تراجيكتوار دونك لو سومي دو لا تراجيكتوار شنو هو لو سومي دو لا تراجيكتوار؟ هنا كتسمع لو سومي هو النص ديال التراجيكتوار. دونك الا كان هذا عندي هو المسار عندي لاكس لاكس اكس وهذا لاكس اي لاكس اي او لاكس اكس لاكس اي. اوكي هنايا غادي ننتقل مثلا واحد البوان تاع هنايا البوان او البوان لو بوان بي. هنايا البوان اللي كتكون عندي هنا الوسط غندير الاسقاط هايا غندير الاسقاط هنايا مزيان هاد البوان هادي كتسمى لو سومي هادي كتسمى لو سومي هادي سابيل لو سومي مزيان هادي غنسميو اس البوان هادي غنسميو اس هي لا بروجيكتي هي كتسمى لو سومي النص ديالها بحال قسمنا تراجيكتوار على جوج يعني خدينا هنا النص وهنا خدينا النص نص الاخر دونك النص ديال التراجيكتوار والنص الاخر ديال التراجيكتوار. لو سومي في اكس و واي انا كنسقط انا هنايا هاد البوان هادي كنسقط على لا اكس و اللي كتعطيني ماذا تعطيني هي اس دونك انا الاسقاط ديال سومي بابوا اكس وغنسقطو على ايكغيك يعطيني اس دو اس دو ايكغيك يعني البروجيكسيون ديالو بابوا ايكغيك اش غيعطيني هذا غيعطيني بان اس دو اكس ديريكتومون انا ما نساش اس دو اكس ماشي اكس دو اكس سي اس دو اكس دونك الا بغيت الاحداثيات لي كوندوني اس دو اكس غتكون كتساوي ليا ماذا ولا نسمو سي اكس دو اس دونك اكس دو اس كتساوي سي في زيرو او كاري سينوس ديال جوج الفا قسم على جوج جي وبالنسبة لنا الايكغيك اس ديال لو سومي شكون كتساوي هي في زيرو او كاري ديال سينوس او كاري ديال الفا قسم على دونك على جوج جوج جي مارش سواء ال في زيرو غتكون حسبتيها في زيرو حسبتيها الفا معروفة الفا معروفة بعض الحالات ممكن كاين عندي كا جدي على قاسم هذا عرور هادو لي كوردوني ديال الصومي هادو كيتسمو لي كوردوني ديال الصومي هادي علاقة أخرى هادو كيتسمو لي كوردوني ديال الصومي دونك عندك في زيرو كاري يعني اكس اس يعني الاسقاط ديال اس با بور اكس اي يعطيني في زيرو كاري سينيس جوج الفا على جوج هنا ايكغيك اس اسقاط ديال الصومي على ايكغيك يعطيني في زيرو كاري سينيس كاري صومي على جوج دابا بقات عندنا واحد لابارتي كتسمى لابورتي اخر فقرة هي الفقرة ديال لابورتي مزيان كيسابي لا لابورتي هنا كتسمى لابورتي هادي هي لا ديستونس او بي دونك هي لا ديستونس او بي كيفاش نوصل لا ديستونس او بي غنرجع ليك ديك لابارتي الاولى اللي كنا درناها داك الرسم اللي كنا درناه قبيلات دونك هنايا كاين والو نقرا هاد لابارتي هادي نحاول ندور لك على هذا مزيان كما قلنا دونك ليكواسيون ديال اب وفعل سود اب نومو السيستم اللي كنت أبصر بهذا بين الديستانس
جسم مثلا فيه شي كتشد الشنطة بزاف هادشي كيتشد الشنطة بزاف. ايوا راه كونيكسيون نهار والله. دابا المشكل هو ديال الكونيكسيون، حيت كون كانت الكونيكسيون مجهده راه مايمكنش تلقى داكشي انشدي. راه عندي دي جروب اخرين راه ما كاينش عندهم الحس ديال المشكل. علاش؟ حيت كونيكسيون دايرينها يعني مجهده على الدي بي ناضي. ودابا انت راه كاين كاع اللي خدام غير ب 10 دراهم، كاين اللي كيدير غير التبيئه كيشد مع الريتم. تضرب شحال حصة الدراهم نقدر ندوز لك جوج الحصص، جوج الحصص حتى ثلاثة على حسب. بحال دابا هادي دوزها بخمسة دراهم هادي وغاتشيط لك. حيت لي زابيل هادو ما كياكلوش بزاف. راه انا مثلا انا اللي كنكتب وكن مثلا كنطمنش بيها نبقى نخدم معاك الحصص بيها. ايوا شنو قلت لك دير 50 درهم تبقى دير بها غير دوك لي بارسين اخرين. يعني 50 درهم تحاول ديرها فشي كارت اخرى، ماشي الكارطه باش خدام. غديرها بديك لا كارت الاخرى، وكل مره مثلا تبغي تخدم ما تاكتيفي الكونيكسيون ديك لا كارت الاخرى. انت خدام مثلا على برا هذيك دير خدم بلا كارت الاخرى، يعني مغايره. انت مثلا عندك الواي فاي تما كتاخذو من الواي فاي ديال الكونيكسيون ديال الواتساب وداك الشيء، ما تخدمش بها واتساب لان دغيا غادي تساليها. او لا بقى تدخل الفيديو ديال الفيسبوك واليوتيوب دغيا غادي تساليها. دونك يعني الا كملتي بها مثلا بغيتي ديرها غير هادشي ديال لايف او غيرها كاع مثلا دوز معايا في سكايب، راه سكايب داكشي باش ما كياكلش لا كونيكسيون، ماشي بحال جوجل ميت. جوجل ميت كيشرب، حيت كتدخل جوجل كروم كيشرب عاوتاني شحال من حاجه. سكايب لا، سكايب لوجيسيال محافظ داير بحال داسيا. اخ صافي دونك هنا شنو بغينا؟ بغينا المسافة او بي، لا بورتي. فين هي المسافة او بي؟ دونك هاهي او، هاهي البوان بي كيما قلنا. لو بوان ديالاش دو ديبا غادي سي البوان دا داغيفي. نهار كيقول ليك جبد ليا لا بورتي، تخوفي لا بورتي يعني تخوفي لا ديستونس او بي. هاد المسافة او بي غنجروها الفوق، اش غاتكون كتساوي ليه؟ هي نفسوها اكس بي ناقص اكس او. اكس او شحال كيساوي اكس او؟ هنايا زيرو اصلا معلم. تبقى عندي اكس بي. اكس بي واش كتساوي؟ كتساوي ليه هي في زيرو او كاري فوا السين ديال جوج الفا مقسوم على جوج دونك مقسوم على جي. ماشي دونك هنا جوج الفا سي دو الفا مقسوم على جي. مزيان. دونك اذا كانت المسافه كبيره، مثلا سي او بي، دونك كانت يعني واحد ديستونس اللي هي بلو كروند، اون ديستونس بلو كروند. مزيان. هنا الفا كنعتبروها كتساوي بي على 4. الفا يعني اكثر كتساوي بي على 4 بترديد جوج. دونك الا كانت بي على 4 كتساوي، الا كانت الفا كتساوي بي على 4 يعني تبقى عندك بي على جوج. الا حسبتي هذا تبقى عندك بي على جوج. سينوس بي على جوج كتعطيك واحد، واحد في زيرو كار تبقى عندك في زيرو كار على جوج. وانت لقيتي لا بوغتي ديالك او لا فان دو كور. هذه اخر حاجه كاينه في الدرس. الحصص المقبله ان شاء الله نرجعوا للماط وغندوز للفيزيك كذلك، يعني واحد اربعه ديال الفروض غنخدمهم في الفيزيك و الماط كذلك. كنصحو داك الفرد اللي صيفط لك داك النهار صحيت واش خدمتي ولا لا؟ لا خدموا ليا كلشي، ماشي خدمتي ديك الحاجه ما فهمتيش. بحث صافي نصيفط لك ان شاء الله كامل. صافي نقلتي بعد هذا الشيء اكس تي تساوي 0 او كاري فوسينس جوج الفا. قلتو دوك العلاقات راه مهمين حيت ما كيبقاش عندك. واخا الفيديو اونجستري ما عندكش ذاك الوقت كل مره وترجع الفيديو وعليه شحال خصك.
يلا بون كوراج، سخر الله ان شاء الله في لي سيونس بروشين. اي بون كوراج. بالنسبه لغدا ان شاء الله ما عندكش حصه، بالنسبه لغدا ان شاء الله ما كاينش حصه، حيت عندي واحد الجروب اخر اوبليغاتوار خصني نسالينا. تكون حل واحد شويه دابا سيد. راه مازال حل واحد شويه، مازال انا مع الناس وعليك كنعس فكري راه بخير. حيت عندي اختبار ديال الفيزيكا، انا خلصت الفيزيكا ديال الجزء الثاني. بسير تمريجين وصفت لي انا، صفتهم لي انا.